السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة سأتشارك معكم اليوم، وصفة للتخلص من الانتفاخات والغازات التي تكون على مستوى البطن وتظهر في هذا الشهر، يعني خصوصا في شهر رمضان، بحيث نقبل على تناول الأطعمة يعني بكمية كبيرة مما يسبب يعني اللا توازن للجهاز الهضمي، وبالتالي تظهر هذه المشاكل انتفاخات وغازات وآلام على مستوى البطن. بهذه الوصفة سنتخلص من هذا المشكل، بالإضافة طبعا إلى طرق الوقاية التي يجب اتباعها حتى نخفف من هذا المشكل. إذن لنمر للتعرف على مكونات الوصفة وعلى المكونات التي سنستعملها في هذه الخلطة. إذن سنحتاج حبوب الكراوية، هي رائعة جدا لتخليصنا من عسر الهضم، من الانتفاخات ومن الغازات، وخصوصا من الآلام على مستوى الأمعاء. سنحتاج أيضا في وصفتنا لليانسون، اليانسون هو الآخر رائع جدا لتخليصنا من الغازات. سنحتاج أيضا في وصفتنا للشمر، هذا المكون رائع جدا بحيث يريح الجهاز الهضمي ويريح العضلات الملساء الموجودة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يجعل الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة جيدة وبراحة أكبر. والمكون الرابع سيكون هو يعني النعناع المجفف، هذا المكون رائع جدا، يحتوي على مادة المنطول التي تريح المعدة والجهاز الهضمي، كما أنه يطرد الغازات من الأمعاء. إذا هذه المكونات، لنمر لعمل الخلطة. إذا لطحن هذه المكونات سنحتاج طبعا لمطحنة كهربائية، سنأخذ يعني قيم متساوية من هذه المكونات التي ذكرت. سأضع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف، ملعقة كبيرة أيضا من الكراوية، حبوب الكراوية، طبعا يجب إزالة أي شوائب منها كأحجار أو غيره من المكونات التي قد تكون عالقة بمثل هذه الحبوب. ثم سأضيف الشمر، ملعقة كبيرة أيضا، ونفس الكمية من اليانسون. ثم سأقوم بطحن الكل حتى أحصل على يعني مسحوق ناعم. ونحصل بذلك على مسحوق بهذا الشكل، يعني مسحوق مطحون جيدا. وطبعا بعد طحنه يجب وضعه في قارورة، كما تلاحظون يوجد القليل في القارورة، هذا المسحوق استعمله طبعا لمثل هذه المشاكل. إذا نحتفظ به في وعاء زجاجي لحين استعماله. إذا بعد الحصول على هذا المسحوق نأخذ مقدار نصف ملعقة ونضيف إليها الماء الساخن، نغطي الكل ونتركه لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق نصفي ونشرب هذا المحلول قبل تناول أي وجبة، هذه في الأيام العادية، أما في أيام رمضان يعني بنفس الوتيرة، يعني قبل أي وجبة نتناول هذا المحلول. نستمر على ذلك يعني حتى نلاحظ النتائج المرجوة، يعني حسب كل شخص الأمر يتطلب بعض الوقت.
بالإضافة إلى ذلك يمكنكم شربه يعني في حال أحسستم بالنفخة وبتكون الغازات في أمعائكم. هو رائع جدا، يعطي نتائج أكثر من مذهلة، ستشعرون بالراحة فور استعمالكم لهذه الخلطة. وبالطبع لا يكفي الانتظار في عمل الخلطة والمداومة عليها، بل يجب أيضا الابتعاد عن كل مسببات النفخة والغازات. وطبعا تناول أغذية مفيدة للجهاز الهضمي والابتعاد عن الأغذية التي تعوق عمله وتسبب له عسر الهضم وعدم الراحة أثناء عمله. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة، هي فعالة جدا ومجربة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.